بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الحجاج، أيتها الحاجات، سيكون حديثنا الآن مخصص للذهاب إلى عرفة في يوم التروية. يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، هو اليوم الذي يسبق يوم عرفة. في يوم التروية من كان قد دخل إلى مكة بالتمتع بالعمرة سيحرم بالحج في يوم التروية، ومن دخل قارنا أو مفردا فهو على إحرامه. سيتوجه الحجاج والحاجات إلى عرفة مباشرة في الرحلات المنظمة. المبيت في منى في يوم التروية ليس فرضا باتفاق العلماء ولا واجبا، بل هو من السنن. من أمكنه أن يبيت في منى، لكن يعتمد على إمكانياته الخاصة، لأن الرحلات المنظمة كلها ستتوجه إلى عرفة، وليس في ترك هذا المبيت أي إثم وليس فيه هدي عند أهل المذاهب. لظروف الحج المختلفة والضغط الذي تشهده الطريق في هذا اليوم، فإن الرحلات ليست للرحلات الجزائرية فقط، بل للبعثات الموجودة على مستوى مكة ستتوجه إلى عرفة ليبيت الحاج في عرفة، وفي الغد سيكون يوم عرفة ويستغل وقته في الدعاء والذكر إلى الغروب. أيها الحاج، أيتها الحاجة، هناك من يلزم نفسه ليذهب إلى منى للمبيت، لكن إذا كان كبيرا أو كان عاجزا أو مريضا سيجد حرجا شديد عند خروجه من مكة ليتوجه مشيا إلى عرفة في مسافة طويلة. ولهذا ننصح المرضى وكبار السن والنساء لأن يذهبوا إلى عرفة مباشرة في الحافلات في يوم التروية. أما من يعتمد على إمكانياته الخاصة وليست له ظروف صحية محرجة، فيمكنه أن يعتمد على نفسه وعلى ظروفه الخاصة ويتوجه إلى منى للمبيت، ثم يتوجه في الصبيحة أو بعد منتصف الليل نحو عرفة. إذن هذه رخصة مأخوذ بها في جميع المذاهب، ولا حرج في ذلك، ولا شيء على أي حاج أو حاجة في ترك هذا المبيت في هذا اليوم. نسأل الله التوفيق للجميع. السلام عليكم ورحمة الله.